السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم قصتنا قصة غريبة شوية أثارت حيلة أطباء علم النفس. بعض الناس بشوفوا اللي صار مع عائلة بلوك مجرد صدفة، في منهم بشوفوا إنه تلبس وغيرهم بشوفوا تناسخ أرواح. أيا كان السبب، والإشي الأكيد إنه كان أمل بيعطي الله عز وجل لهذه العائلة المنكوبة اللي فقدت بناتها التنتين في حادثة سيارة، وهذه قصة حقيقية معززة بالمصادر ومش مجرد خيال. وإلكم حق انكم تبدوا رايكم بالقصه وتحكموا عليها بنفسكم اذا كان صدق او كذب. رح نبدا قصتنا بسؤال: كيف ممكن حدا يعرف اللي مر فيه اخوه المتوفي اللي ما قابله طول حياته وما حدا حكى له عنه؟ طبعا التناسخ او تناسخ الارواح عقيدة قديمة كانت تتآمن فيها كتير من الاديان القديمة، وما زال بعض الاديان والطوائف يؤمنوا فيها زي الهندوسية والبوذية. اكيد في ناس ما بتعرف ايش يعني تناسخ ارواح. تناسخ الارواح يعني لما يموت شخص تنتقل روحه لجسد جديد كأنه انولد من جديد. والناس اللي بتآمن في تناسخ الارواح بيستدلوا على صحة عقيدتهم بقصص مشهورة عن اشخاص انولدت وهي بتتذكر تفاصيل حياة شخص ميت. لكن غير المؤمنين بتناسخ الأرواح بشوفوا إنه هذه القصة تلفيق أو تلبس أو مس أو قرين الميت. أستاذ في علم النفس اسمه الدكتور ستيف سون اهتم في البحث في حالة توأم بلوك، خاصة إنه درس وعمل بحوث في مجال تناسخ الأرواح للأطفال، وكتب كتاب في عام 1987 اسمه الأطفال اللي بتذكروا حوادث سابقة. وفي هذا الكتاب اتطرق الأستاذ لعدة حالات تناسخ من بينهم حالة توأم بلوك، وفي حوار معه عن الكتاب قال: أنا بحب أتعامل مع الأطفال لأنه التناسخ عند الكبار غالبا ما بيكون مصير بالخيال أو فانتازيا اللي جاية من الكتب والأفلام وذكريات الأقارب اللي ممكن يكونوا عاشوا معهم أو سمعوها منهم، وفي حين أنه الأطفال بيتصرفوا بعفوية بدون شروط ولا تفكير في طريقة سردهم للكلام. جون وفلورانس بلوك زوجين عندهم بنتين، البنت الكبيرة اسمها جوانا عمرها 11 سنة، والبنت الصغيرة اسمها جاكلين عمرها 6 سنوات. هذه العائلة كانت تعيش في هيسكهام في إنجلترا، وفي 5 مايو عام 1957 لما راحوا على الاحتفال في كنيسة البلدة كانت جوانا وجاكلين بيركضوا بسرعة بيعملوا سباق مع صديقهم توني عشان يحجزوا الكراسي الأولى في الكنيسة. طبعا طبيعة كل أم وأب بيشوفوا أبنائهم أو أطفالهم بيركضوا زي هيك بخافوا عليهم. في خلال ركض الأطفال قبل وصولهم للكنيسة صدمتهم سيارة وطيرتهم عدة أمتار في الهواء وماتت الطفلتين، أما طوني وهو في طريقه على المستشفى مات. وذكرت تقارير الشرطة أنه هذا الحادث لأنه السواق كان امرأة سكرانة، واعترفت أنها تعمدت تخبط الأطفال لأنها خسرت أطفالها وكانت غيرتها مسيطرة عليها. هذه الفاجعة كان لها تأثير مدمر على الوالدين، وبعد هيك بتحمل فلورانس طفل جديد، وبقولوا جوزها تنبأ انه راح تحمل توأم راح يكونوا نفس روح البنتين اللي ماتوا. لكن فلورانس ما اعجبها كلام جوزها فهي ما بتآمن في هذه الامور. المسيحيين عموما ما بيآمنوا في حاجة اسمها تناسخ، فانزعجت كتير من جوزها لدرجة انها طلبت الطلاق، فهي بدها تعيش حياة سعيدة مع جوزها. وفي 4 اكتوبر عام 1958 ولدت فلورانس توأم بنات وسمتهم جليان وجينيفر، كانوا متطابقتين كأي توأم الا انه علامات الولادة كانت مختلفة اللي هي الوحمة. جينيفر كانت لها علامة على جبينها في نفس مكان علامة اختها جاكلين، وكانوا كمان يتشاركوا في وحمة على الخصر. اما جليان ما كان لها علامات. انتقلت العائلة لبلدة وايت باي بعد 3 شهور من ولادة التوأم عشان يعيشوا حياة آمنة وينسوا حزنهم. ولما صار عمر البنتين 2 بدوا يسألوا عن ألعاب خواتهم المتوفيات بالرغم انهم ما سمعوا عنهم من قبل ولا شافوا خواتهم. امهم وابوهم كانوا حريصين انهم ما يعرفوا البنات عن خواتهم اي اشي لانه ما مر وقت طويل على وفاتهم. الغريب انه طفلتين سموا العرايس اللي بيلعبوا فيها اسم ماري وسوزان، كانت هذه الاسماء نفسها اللي سموها خواتها المتوفيات جوانا وجاكلين عرايسهم اللي كانوا يلعبوا فيها قبل وفاتهم. الام والاب ظنوا في بداية الامر انه هذا اللي صار مجرد صدفة، لكن صارت تصدر تصرفات غريبة من البنتين بشكل يومي، خصوصا تصرفات جليان اللي كانت اقرب لاختها المتوفي جاكلين وهم بيتشاركوا نفس علامات الولادة. فصارت جليان زي القائد لأختها، وصارت جينيفر تتبع خطوات أختها جليان بدون ما تدي رأيها أو تسأل عن أي شيء. قررت العائلة ترجع على بلدتهم القديمة هيكسهام، لكن ما توقع رد الفعل الغريب من التوأم. ولما وصلوا المنزل التوأم اتعرفوا على كل زاوية فيه،
كأنهم عاشوا فيه سنين قبل هيك، مع انهم بشوفوه للمرة الاولى. حتى انهم كمان تعرفوا على الجيران بالاسماء والتفاصيل. قال جون انه بناته تصرفوا تماما زي جاكلين وجوانا وبنفس الانسجام. مثلا كانوا دايما يطلبوا يروحوا على المنتزه اللي كانت تروح عليه خواتهم، ووصفوا المنتزه بالتفاصيل الدقيقة قبل ما يشوفوه ويعرفوه، كأنهم زاروه قبل هيك. في البداية عائلة بلوك ما فهمت اللي بيصير مع التوأم ولا كيف تتصرف مع هذه الظاهرة الغريبة. ولما صار عمر التوأم 4 سنوات ظهرت عليهم حالة خوف جديدة من السيارات، وكانوا دايما لما يعبروا الطريق كانوا يصرخوا ويقولوا انه هذه السيارة اجت عشان تاخدنا. في مرة من المرات كان جون وزوجته يتصنتوا على كلام التوأم وسمعوهم هم بيحكوا في تفاصيل الحادثة اللي ماتوا فيه خواتهم. في 5 مايو عام 1957 جيليان كانت تحكي: ما بده يصير معي مرة تانية هذا الحادث، كان بشع، ايدي وانفي وطمي مليانين دم وما قدرت اتنفس. وجنيفر بتحكي لها: ما تذكرني باللي صار. جيليان بتحكي لاختها: انت كنت بتشبه الوحوش وكان في اشي احمر بيطلع من راسك. ولما صار عمر التوأم 5 سنوات وهو الامتداد الطبيعي للتناسخ، وهذا العمر كان بمثابة بداية تكامل التناسخ، لكن كان الامر مختلف عند التوأم. ولما صار عمرهم 5 سنوات انمسحت ذاكرة التوأم عن حياة خواتهم السابقة، فصاروا أحرار من تناسخ الأرواح وما بيتذكروا اللي صار في الحادث كأنهم ما كانوا هناك. خبراء علم النفس المؤمنين بتناسخ الأرواح بيجمعوا أن وحمات المتناسختين دائما بتكون نفس وحمة المتوفيين وفي نفس المكان، أو وحمة بتدل على مكان إصابة المتوفي في حادثة الموت. من خلال الدراسات اللي عملها الدكتور ستيفسون خلال سنوات عمله عن التناسخ، أثبتت أنه 95% من المتناسخين بتكون لهم علامات بتدل على حياة سابقة لشخص آخر. وفي ختام قصتنا لليوم، بعد ما سمعتوا القصة شو رأيكم فيها وشو تفسيركم للي صار مع التوأم؟ بسعدني أشوف آرائكم في التعليقات وتفسيراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.